او ضرب كويتي او شتم كويتي او اهلا بكم، اهلا بكل مشاهدي قناة ساعة مع حنفي، قناة خصصناها بالكامل لعالم الجريمة، لكن بنقدم النصيحة، بنقدم العظة، واهم درس بنحرص عليه ان احنا لازم نتعلم من اخطاء غيرنا. يا جماعة، الدول العربية كلها تعتبر ارض واحدة، شعب واحد. يعني انا بستغرب نقول دولة العراق، دولة سوريا، دولة اليمن، دولة السودان، ما نقول الأمة العربية. ايه المشكلة؟ القومية العربية اللي كان بيحلم بيها جمال عبد الناصر، الأمة العربية اللي عندنا جامعة الدول العربية. احنا ليه حطينا موانع وحطينا فواصل بين الدول؟ تعال نشوف اللي بيحصل بيننا كعرب، بيننا وبين بعضين. كل يوم والتاني في دولة الكويت الشقيقة التعدي على مصر، على مصري بشكل موثق صوت وصورة. ايه اللي بيحصل؟ ليه بنستقوى على بعض؟ ليه بنحاول ان احنا بنستغل بعض، بنهين بعض، بنكسر بعض؟ ده شاب مصري رايح يشتغل في دولة الكويت الشقيقة، محدش يقول لي ان في الكويت بيفتحوا الخزائن ويدوا للمصريين ويقول لهم ابعتوا على اهلكم في مصر. الكويت بيدي مرتب، بياخد شغل قد المرتب 3 مرات. والله خلي بطل، احنا لو قيمنا العمل اللي بيعمله المصري هياخد مرتب 3 أضعاف اللي هو بياخده حاليا. بدليل، تعالوا نشوفوا مثلا اللبناني ولا السوري ولا المصري لما يقدم على اي وظيفة في الخليج، تلقى راتب السوري او اللبناني 3 أضعاف الراتب المصري. ليه؟ يقول لك اصل السوري بيشتغل واللبناني بيشتغل، لكن المصري ما بيشتغلش ابدا. ده المصري هو اللي شارب المر وهو اللي بيشتغل. تعال نشوف الصعايده بيعملوا ايه. الشاب الصعيدي هو اللي بيعمر الخليج، هو اللي بيبني، هو اللي بيشيل على كتفه، هو اللي بينحر نفسه، وفي الاخر مرتبه بيتاخر بالشهر والاثنين والثلاث. مين قال ان المصري؟ يا جماعه ده الغربه مره، الغربه تربه. اوعى تيالكم من المصري ده لما بيروح دولة الخليج وبيرجع بيعبوله فلوس في الشنط ويقولوا خد، ده كل قرش جاي بالدم وبالذل وبالقهر وبالكفيل اللي بيذله. وفي الاخر كل يوم والتاني في دولة الكويت الشقيقة بتحصل مهازل ضد المصري الغلبان اللي سايب اهله وبيته ومراته وعياله ورايح عشان يعمر في الكويت، راح عشان يشتغل في الكويت، راح عشان يعلمهم ازاي يقروا ويكتبوا، راح عشان يعالجهم في المستشفيات، راح عشان يبني لهم بيوت بدل الخيم، راح عشان يرسف لهم الطريق عشان يمشوا عليه بعربياتهم الفارهه، رايح يشرب المر بس بمقابل مادي. وده شيء طبيعي، انا بقدم خدمه باخد مقابل، وده حقي. اعلم ولادكم وتعرفوا تقروا وتكتبوا اخد مقابل، اعلمكم ازاي تلبسوا الشوز في رجليكم اخد مقابل، اعلمكم ازاي تستغنوا عن الغنم والابل وتركبوا عربيات اعلمكم السواق اخد مقابل، اعلمكم يعني ايه اصلا تاكلوا وتشربوا بدل ما تاكلوا بايديكم وتقول صنع عن الرسول عليه الصلاه والسلام. لو على ايام الرسول عليه الصلاه والسلام كان في معالق، كان كلب المعلقه نظافه وشياكه وجمال. لكن نقول ايه اللي حصل؟ ان 3 شباب او 3 مراهقين كويتيين دخلوا على شاب مصري غلبان سايب بلده ومراته وعياله ورايح عشان اكل عيشه بيشتغل في محل للالعاب الالكترونية في منطقة اسمها الفحيحيل. معرفش منطقة اسمها صح ولا غلط، الفحيحيل منطقة في الكويت. دخلوا عليه 3 شباب كويتيين بالموبايلات بيصوروا الواقعة صوت وصورة، بيوثقوها صوت وصورة، وكأنهم بيحملوا أدلة إدانة ليهم إن هم إزاي بيعاملوا المصري، كأنه اللي هو الخدام أو العبد اللي هم بيحسنوا عليه بالفلوس. طب أنتوا بتدوله فلوس صح؟ ما أقدرش أنكر، لكن ده مش بمقابل ببلاش، ده بيشتغل. أنتوا نايمين في عز بيوتكم وفي تكييفاتكم وهو اللي شغال وشرب المر، يعني انتوا مش بتديله فلوس من جيبكم بلا مقابل، لا ده بيدي مقابل. المصري بيقول لهم يا جماعه انا اللي كان شغال قبلية واحد وحصل ان في واحد دخل خد حاجات وقعد يكلمهم، فالشاب بينفعل عليه الكويتي فبيقول له طب صلى على النبي، الشاب المصري بيقول له صلى على النبي، طب اسمعني صلى على النبي. لو تلاحظوا في الفيديو الشاب الكويتي طبعا هم لغايه دلوقتي بيلبسوا شباشب في رجليهم، شوفوا الفيديو
راح بيخلع الشبشب. انا مش هجيب منظر وهو بيتضرب، انا هبين لكم بس ازاي بيخلع الشبشب. يا ريت بس نشوف المشهد ده. بيخلع الشبشب من رجله وبيدوس حافة. طبعا احنا ما نقدرش، دي ثقافة شعوب، يعني انا ما اقدرش اعيب عليه ان الشبشب بالنسبة له او الشوز بالنسبة له بدعة، يعني دول طول عمرهم من غير شباشب ومن غير شوز، ده شيء طبيعي وده مش عيب على فكرة. هم طلعوا كشعوب بدائية بدو وقبائل بيأكلوا بايديهم، بيمشوا حفاة على الارض في الرمال، ده مش عيب على فكرة، عادي جدا. يعني احنا في مصر لو طلعنا ولقينا ابهاتنا وجدودنا بيدوسوا حافيين حفاه عراه، كنا هنبقى حفاه عراه، ده مش عيب على فكره. وهم في الكويت رغم ان ربنا اعطاهم الخير كتير لكن هم متعودين ان هم يمشوا حافيين. فهو الولد متضايق انه حاط لابس شبشب في رجله، مش متعود عليه، بدعه. زي لما بتكلم واحد كويتي دلوقتي تقول له انتوا بتاكلوا بايديكم ليه؟ يقول لك صلى عن الرسول يا اخي. ايوه الرسول لو لقى معلى او شوكه كان كلب ايه؟ لأن الله جميل يحب الجمال. ايه منظر الواحد وهو بيجلس بايده كده ويحط ببقه كده، منظر حتى بشع. ايه هو احط ايدي كده في الرز ولا في الكبسه؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ما تقولوش الرسول والرسول ان الله جميل يحب الجمال، ده الرسول اول واحد بدأ للنظافه. الكبسه في الايدين كده ونعمل كده ونفتح كده، ده مش اسلوب اكل، ده اسلوب بهاي. بنعلمكم بمقابل، احنا مش بناخد منكم حاجة. المهندس بيروح يعمر، الطبيب بيروح يعالج، الممرضة بتروح تمرض، العامل بيروح يشتغل ويشرب المر، اللي بينظف لكم الشوارع، اللي بيرصف لكم الطرق، اللي بيبني لكم، اللي بيركب سيراميك، الكهربائي، السباك، كله ده بمقابل، ما بيقدمكم خدمة. لما زي ما شفتوا في الفيديو بيروح يخلع الشبشب، طبعا مش هقدر اجيب الباك لانه في تعدي، يعني الشكل ما ينفعش تشوفوه، ونزلوا طحن في الشاب المصري دب دب. طبعا بيستقوا عشان في بلدهم، والغريب للاسف مالوش حد يسنده. كان نفسي اشوف الشاب ده واقول له انتوا نسيتوا، كان فين القوه دي كلها من كام سنه؟ كان فين لما شعب الكويت كله جه مصر؟ كان فين لما عبد الله الرواشد وقف يبكي ويعيط يقول بيتي وبيقول بيته وجامع انا بنيته؟ فين لما كان الكويتين بيقعدوا في المسرح عندنا والدموع نازله رجاله قبل الستات بيبقوا على الوطن اللي ما يدروش يدافعوا عنه كالرجال؟ صحيح دفعوا فلوس، وصحيح قدر الجيش المصري مع الجيوش التانيه تحرر الكويت، بس مش انتوا اللي حررتوها، انتوا رجعتوا عشتوا فيها، لكن اللي حررها الرجال. هتقولوا بفلوسنا ومال، ايه المشكله؟ بفلوسكم. طب خلي ان فلوسكم معاكم ومصر رفضت، كنت هتحرروها ازاي؟ كنت محتاجين رجال زي الست بالظبط. لما تحتاج راجل يحميها بتتجوز راجل عشان يحميها بالظبط. الجيوش المصريه هي اللي حمتكم ورجعتكم تاني لبلدكم، فما يجيش بقى نستقوى على بعض. صحيح انتوا ليكم علينا جمايل، ووقفتكم في 25 يناير انتوا والامارات والسعوديه فوق دماغنا، لكن ما ينفعش نشطر على عام المصري غلبان. ليه تضربوه وتوثقوا الضرب ده ليه وتنزلوه على شبكات التواصل الاجتماعي كنوع من الاذلال للمصري ليه؟ طبعا وزاره الهجره كتر خيرها قالت ان هم تم القبض على الثلاث شباب الكويتيين وبيتم التحقيق معاهم، هم اعتذروا. اعتذروا على ايه؟ كل كف خدوا الولد على وشه، ما ينفعش الاعتذار. الشاب المصري طبعا رفض، قال يا جماعه يا ريت ما حدش يقول اسمي ووشي ما يطلعش عشان ليا عيلتي وليا اهله، واحنا احترمنا طبعا لا جبنا اسمه ولا جبنا شكله، حتى الفيديو اللي نزل تم اخفاء الوجه نهائي احتراما لخصوصيه هذا الشاب اللي اتهان في الغربه. يا جماعه المفروض نعمل، والله العظيم العراقيين بيجوا مصر، تعالوا شوف السوريين اشتغلوا وفتحوا مطاعم وشغلوا المصريين عندهم، ما شفناش واحد مصري ضرب سوري بالقلم، ده احنا شغالين عنده وده مش عيب. العراقيين جوه بيتعلموا في مدارسنا وفي جامعتنا، عمر ما هتولي حادثه واحده فيها نوع من التنمر على عراقي او على سوري او على لبناني. حتى كويتيين لما صدام حسين الله يسامحه مطرح ما راح في ساعه واحده استولى على كل الكويت بستاتها برجالتها وخدهم سبايا عند جنود العراقيين، وجه الكويتين عندنا، هاتولي حادثه واحده لمصري تنمر على كويتي او ضرب كويتي او شتم كويتي او
حتى وجه لفظ مش كويس لكويتي، لا يمكن. سوداني، لبناني، سوري، عراقي، فلسطيني بيجوا هنا هم اصحاب البلد واحنا الضيوف. ليه بنضرب المصري وبنهينه؟ يا جماعه المصري رايح يعمر بس بياخد مقابل، وده حقه، ده حقه. الكويتي لما بيجي يعمل مشاريع عندنا هنا بيقدم استثمارات وبياخد مكسب مقابل ليه؟ لا احنا بنمن عليه ولا هو بيمن عليه، علاقه تبادليه، انا بفلوسي وانا بمجهودي. انت بتيجي تشتغل عندي بديلك فلوس مقابل العمل، ما ينفعش يتضرب ويتهان المصري. لا اله الا الله، لله الامر من قبل ومن بعد. اشكركم.